أعرب عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بالنجاح وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، كما أعرب أهالي الطلاب عن سعادتهم بتفوق أبنائهم متمنين دوام النجاح والتوفيق لهم خلال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن. كنت فرحانة جدا جدا جدا، وكنت فخورة بنفسي قوي ان انا وصلت لحاجة زي ديت، وكانت لحظة جميلة قوي بصراحة، يعني احلى حاجة مرت عليا. وانا فخورة ببنتي جدا الحمد لله، لانها تعبت كتير وعانت، والحمد الحمد لله ان ربنا كرمها وصلت للتفوق ده، والحمد لله الحمد لله، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى، وبشكر مدرسينها ومدرستها وكل حد ساهم معايا في تعليمها. كان مفاجأة بالنسبة لي ان احنا طلعنا الاوائل الحمد لله، واتمنى ان انا اخش ألسن، وبرده عايز اشوف برده المنح المتقدمه ما شاء الله للاوائل، وهحاول اشوف كل الاوبشنز الموجوده عندي واختار الاحسن بينهم. والله الحمد لله، يعني هي اللي كانت اللي بتطلبه، وكان الحمد لله باباها على قد ما بيقدر بيوفره لها، وهي الحمد لله هي مجتهده، فما كانتش بتخليني حتى اقول لها ذاكري ولا اعملي، بالعكس انا كنت دايما اقول لها اهدي معلش تعوضي بعدين. الحمد لله الحمد لله، كانت مفاجاه سعيده، يعني ان انا طلعت المركز الاول، يعني ما كانش حاجه متوقعه لكنها حاجه كانت مفرحه يعني. ولكن شايف بصراحه الفرحه الاكثر مش في المركز الاول بحد ذاته، او في النتيجه بحد ذاتها، طول ما يعني مريت بتجربه فادتني كتير في شخصيتي وفي تفكيري، او برضو ان انا مثلا جبت مجموع مثلا يقدر ان انا ادخل كليات اللي انا عايزها، يفتح لي مجالات اكتر، فده كان مفرح اكتر من المركز الاول. لكن طبعا خدت المركز الاول، ويعني كانت مفاجاه سعيده صراحه. كان الخبر علينا خبر جميل جدا وسعيد ومفاجاه جميله، والحمد لله.